السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة طيبين وراجعين تاني. أنا عارف إن ناس كتيرة أوي بتسألني أنت كنت فين يا كريم؟ كنت فين في رمضان؟ هو أنت وقفت الفيديوهات ولا إيه؟ أنت اختفيت كده مرة واحدة، ومسج بقى كتير بقى من اللي هي نوع بقى إيه؟ يا ابني قرر الفيديوهات ده مش قرارك أصلا، يا ابني غير أصلا. الحمد لله أنت كده غيرت. يا جماعة أنا ما غيرتش ولا وقفت ولا أي حاجة، بس الفكرة اللي أنا وقفت الفيديوهات لثلاث أسباب. السبب الأول اللي أنا المفروض أنا حسيت إن أنا عايز أوقف، بمعنى انا الكونتاكت اللي انا المفروض بقدمه اصلا اللي هو بتعلم وبعلم، انا المفروض بتعلم من كتب، بقرا كتب، باخد نوتس من بعض الفيديوهات اللي بتبقى على اليوتيوب، وباخد النوتس دي والحاجات دي اصلا بعملها فيديوهات. فانا لقيت مره واحده نفسي ان انا الحاجات اللي في مخي خلاص خلصت، فهبدا اقرر الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو تاني، والفيديوهات اللي جايه مش هتبقى ليها اي لازمه. فانا قلت لازم اوقف عشان اتعلم وبعد كده اعلم. ده اول سبب. تاني سبب انا قلت اوقف عشان شهر رمضان، انا حبيت يكون رمضان يعني يبقى ليا لوحدي، هو اصلا بيبقى شهر في السنه، فانا قلت يعني مش عايز اضيعه من ايدي، واخلي رمضان بتاعي ده يعني اللي هو اكسبه باي طريقه من الطرق يعني. وتالت سبب يا جماعه، والحمد لله الحمد لله، الناس اللي كانت بتشتكي ان النويز كتير قوي في الفيديو، ويا كريم صور في اوضاع اضاءه مختلفه، يا كريم صور في اوضاع اضاءه عاليه، خلي الاضاءه عاليه يا كريم. الحمد لله المشكله دي كلها اتحلت الحمد لله، وجبت كاميرا جديده يا جماعه، كاميرا جديده ان شاء الله هتحل كل المشاكل والنويز اللي بتبقى موجوده في الفيديو. فان شاء الله استنونا بعد اسبوع هننزل فيديو ان شاء الله. رجعنا الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.